مدام العالم الكويتيين كلهم بيحسوا انه هو ابوهم واخوهم واضحكهم واحزنهم. احزننا كلنا، لكن رحمة الله لها بهذه الدنيا. الحمد لله. وكلنا رايحين بهالطريق هذا. نعم. سنة الحياة. نعم طال عمرك. لا شك. الحمد لله طال عمرك. يعني اللي خفف علينا طال عمرك بزيارتك وسؤالك واهل الكويت كلهم زيارتهم في المقبره معانا وفي العزاء، حسينا الحب هذا الكبير الارث اللي تركه الوالد طال عمرك، هذا شوي خفف علينا. والله يطول لنا بعمرك، انت ابونا وابو الجميع طال عمرك. والله انا ابوكم وانا اطلب منكم يعني انكم تحطوا يدكم بيد بعض، لا المال يفرقكم ولا لا انتوا اخوان وحطوا يدكم بيد بعض، هذا اهم شيء. حتى سمعت ابوكم ما تروح، هذا اهم شيء. طبعا الله يرحمه راح، وانتوا ان شاء الله هاي الدنيا راح ياخذون بنصائح سموكم طال عمرك، ولا يختلفون بعضهم بعض، راح يكونون ان شاء الله يد واحده ان شاء الله طال عمرك، راي واحد بينهم، والله يعينك ووفقكم ان شاء الله، وانت وبالجميع ما يحتاج الى اي شيء. خليك يا رب.